السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بمتابعينا الكرام، مرحبا بزملائنا الأعزاء، الناس اللي بتتابعنا في البلاي ليست بتاع تصدير النباتات الطبية والعطرية، بلاي ليست بتاع الجودة، بلاي ليست بتاع دورة تصدير النباتات الطبية والعطرية. قلنا في فيديو سابق إن عشان توصل لمرحلة الجودة في تصدير النباتات الطبية والعطرية لازم تكون شركتك أساسا أنت مؤسسة على استراتيجية جودة، كواليتي استراتيجي، تمام؟ وهو ده في كل محاضرات وكل اكاديميات الجوده، يقول لك الجوده بتتحقق في مرحله التاسيس، تمام؟ لان ما بني على باطل فهو باطل وما بني على الحق فهو حق. مفيش حد هياسس شركه اي كلام ويبدا وينفع يتكلم بعد كده في جوده. طيب اداره الجوده، اداره الايه الجوده، انا عندي شركه نباتات طبيه وعايز اعمل لها اداره جوده، يبقى عندي ثلاث حاجات في اداره الجوده، ثلاث ملفات. مش شرط الثلاث ملفات يبقى لهم ثلاث مكاتب ولا ثلاث اشخاص، لا، ممكن شخص واحد هو اللي يعملهم، بس يبقى معروفين دول ثلاث ملفات عندي بتابعهم يوميا. خطه الجوده، انا راجل مدير الجوده فبعمل خطه للجوده. يعني ايه خطه للجوده؟ يعني بمسك ورقه وقلم واعمل خطه للجوده، تمام؟ وهنعرف هنعملها ازاي، تمام؟ طيب بعد كده انا المخزن او منشر النباتات الطبيه العطريه او شركه تصدير او مصنع النباتات الطبيه العطريه لازم اعمل مانجمنت او اداره او يعني امانج، تمام؟ ادير الجوده، تمام؟ انا احط خطه يبقى لازم اعمل لها جدول، تمام؟ واعمل حد بيراقب، تمام؟ اعمل حد بيراقب الجوده دي، مش اقول للناس على الجوده واديهم الخطه هم ينفذوا كده ومفيش حد بيحاسب ولا بيراقب ولا بيتابع ورا الناس، لا، لازم اراقب جوده. بعد كده في الكواليتي كنترول، تمام؟ تالت حاجه في اداره الجوده كواليتي كنترول او الايه التحكم في اداره الجوده، بمعنى ان انا بوصل للمنتج النهائي، هل هو فعلا المنتج النهائي ده الشيح، الكرتونة الشيح دي اللي خلاص متعبية وبتتقفل وتحط عليها الستيكر، هل هي مطابقة للتارجت بتاعي أو الهدف بتاعي اللي أنا عملت عليه الشركة؟ هل هي مطابقة للعميل اللي هو منتظر بره ده؟ هي دي الكواليتي كنترول. يبقى أنا عندي في إدارة الجودة في النباتات الطبية والعطرية ثلاث حاجات: خطة الجودة، هعمل خطة، بعدين هسلمها للناس اللي ماسكين الجودة، بعد كده همانج، هدير بقى، هعمل جدول زمني وخطة تنفيذية وخطط مرحلية كده، خطة أسبوع، خطة شهر، عشان أنفذ. أنا لما بنفذ ما بجيبش الورقة ككل، ما بجيبش الخطة اللي أنا حاططها على الموقع، أقول لهم إحنا عايزين نبقى أحسن شركة في السوق والجودة استراتيجيتنا ونهدف إلى إرضاء العميل وتحقيق متطلبات السوق. أنا مش هقول للي واقف في المخزن كده أو المصنع كده، لا، ده أنا بديله جدول زمني بأساليب وبحاجات معينة وبأهداف وبنقاط معينة بينفذها كل يوم. هي دي الكواليتي مانجمنت، تمام؟ بعد كده وشخص بيراقب كواليتي اشورنس، تمام؟ طيب اللي هو بيسموه كيو اي. وبعد كده الكواليتي كنترول، كنترول ده بقى اللي هو ايه، قاعد بقى ماسك الجودة من أولها لآخرها، الشيح داخل جاي من المزرعة هو واقف له بتاع كواليتي كنترول، وريني الشيح ده اللي جاي من المزرعه، والشيح كرتونه الشيح قبل ما تتعبى في الكونتينر قبلها بيوم برضو بتاع كواليتي كنترول بيشوفها، وريني الكرتونه دي، تمام؟ اول ما الشيح لسه داخل خام بتاع كواليتي كنترول بيصوره بالموبايل كده ويقول له استنى بقى عليا كده، ما تبداوش الشغل لما ايه انا صورته ده كده عشان اثبت ان ده هي دي الشكل اللي دخلت بيه المخزن، تمام؟ ويبدا بقى يمسكه كده ويشوف البضاعه ويشوف نظيفه ولا لا، وهل دي مع الشغل العالي والبروسيسنج العالي هتديني المنتج النهائي اللي يرضي العميل والتارجت بتاعي في الكواليتي ولا لا. بعد كده كواليتي كنترول بيعمل ايه تاني؟ بيجي بقى على الكرتونه اللي في الاخر، هل دي فعلا اللي هتتعبى في الكونتينر ديت، هل دي فعلا اللي انا كنت عايزها لما جبت الشيح خام، تمام؟ هي دي الايه الكواليتي مانجمنت او الكواليتي والكواليتي كنترول والكواليتي اشورنس والكواليتي بلان، تمام؟ وانا بحط الكواليتي بلان او خطه الجوده لازم ابقى عارف وانا بحط انا عايز انهي مستوى. انا المصنع بتاعي ده عامله
عشان اصدر مثلا بردقوش وبقدونس، تمام، وورق لورا وشبت، ولا عامله عشان اصدر ينسون وشمر ومثلا وحب مثلا، ولا عامله عشان المصنع بتاعي ده هصدر شيح بابونج وكلانديولا. طيب هل المصنع حددت الاصناف، هل المصنع ده انا عامله عشان اصدر كله ولا اصناف معينة، وهل عامله عشان اصدر لكل الدول ولا لدول معينة؟ تفرق وانا بحط خطة الجودة، المنتج بتاعي ده هيروح المانيا ولا هيروح سنغافورة ولا هيروح السعودية ولا هيروح كوالالمبور. تفرق الدولة اللي انا هودي لها في النقاط اللي انا هحط بيها الكواليتي بلان او خطة الجودة. بتفرق بايه بقى؟ في السبيسيفيكيشنز. كل منتج، الناس المتخصصة في شغل النباتات التطبيقية والتصدير، لما عميل بيطلب منك بيقول لك قول السبيسيفيكيشنز بتاعتك. السبيسيفيكيشنز، تمام، اللي هي مواصفات المنتج يعني بالبلدي كده، تمام، نسبة الرطوبة، نسبة المبيدات اورجانيك ولا مش اورجانيك، انت واخد بالك، نسبة الامبيورتيز، تمام، نسبة البيستيسيدز، نسبة الايكولاي، نسبة السالمونيلا، الحاجات دي كلها التحاليل يعني، تمام. وبيتعبى في ايه؟ ده كله من ضمن السبيسيفيكيشن، بيتعبى في شكاير، كرتون، الحاجات دي، هو ده. وشكل الكرتون عامل ايه؟ جودتها عالية ولا لا؟ شكارة اي كلام ولا شكارة بتلبيسة؟ الكلام ده كله بيدخل في وانت بتحط الخطة، انا هعمل مستوى جودة ايه؟ هعمل سبيسيفيكيشنز ايه؟ تمام. في خطة الجودة كمان بحط الكودز والستاندرز. يعني ايه الكودز والستاندرز؟ انا هشتغل على انهي كود، زي ما قلنا، تمام، الاصناف اللي انا هشتغل عليها، تمام، وهشتغل على انهي ماركت في الستاندرز والريفرنس بتاعته. هشتغل هصدر لالمانيا ولا لتركيا؟ دي تفرق قوي. أيوة، انا بحط ايه الايه خطة الجودة، تمام. الاجراءات التنفيذية او الخطوات العملية اللي قلناها واحنا بنقول المانجر، تمام، عشان احقق الخطة لازم اعمل الاجراءات التنفيذية والخطوات العملية دي. انا عايز المنتج بتاعي يطلع ما فيهوش اي ميكروبس في التحليل، تمام، يبقى انا لازم اعمل انفكشن كنترول، لازم الناس تبقى لابسة جلافز جوانتيز، تمام، لازم تبقى لابسه كمامه، لازم يبقى الحمام في بتاع ده مثلا ديتول، وفي حاجات اللي هي بتكافح عمليه العدوى، تمام. لازم ادرب طبقا لمعايير الكواليتي بتاعتي، لازم ادرب فريق العمل بتاعي، الناس اللي بتشتغل وبتنقي وبتفرز وبتعبي، لازم الناس دي تكون متدربة، متدربة بقى على كل حاجة، عارفة مستوى الجودة بتاعنا، عارفة كواليتي كنترول، عارفة انفكشن كنترول، تمام. وبيبقى في حد بيتابع التطبيق ده، تمام، وهو ده غالبا بتاع الكواليتي اشورنس، تمام. وبيجي بعد كده بتاع في اخر الشغل بتاع الكواليتي كنترول، طبعا هو معاك من اوله لاخره، تمام، وبيتاكد من ان المنتج النهائي ده بالتحليل والمراجعه وبالتدقيق بالنظر ان المنتج هو ده اللي هو عايزه. كده نكون خلصنا الفيديو القصير ده، واتمنى الناس تكون استفادت ويكون عجبها او استوعب اللي انا بقوله، حاولت بقدر الامكان ابسط الموضوع، واتمنى الناس تكون استفادت، والناس اللي استفادت تسيب تعليق وتكتب وتشير الفيديو لاصدقائها واحبابها وتكتب وتدوس لايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.